من الرياض تقول: أسقطت الحمل وأنا في الشهر الثالث، وكان الجنين به خلق من حبل سري صغير منفصل من المشيمة، وله أيد وأصابع صغيرة جدا وعين لم تكتمل، فهل علي صلاة وصيام أم لا، أم أكون في حكم النفساء مع العلم أني مكثت أسبوعا ثم طهرت؟ أفتوني مأجورين. نعم، إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان فإنها تكون نفساء، إذا نزل عليها دم بعده تكون نفساء إلى 40 يوم، وإن انقطع الدم قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي. نعم.